Donc, nous sommes officiellement en direct en 5 secondes. OK. Préparation. C'est bon. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم على هذا البث المباشر وبالضبط في الحفل الختامي لبطولة مغاربية لمناظرات المحترفين. نتناظر ونختلف ولا يفسد الاختلاف للود أي قضية. شعارنا الخالد الذي ردده كل المقدمين من أجل تشجيع المناظرات في كل المنطقة المغاربية بل في كل المنطقة العربية وفي كل العالم. اليوم ومن أجل اختتام هذه البطولة وكل هذه المجهودات التي بذلها المنظمون وكذلك بذلها كل الشباب من أجل إعطاء صورة جيدة ومشعة للشباب المغاربي قادر على أن يقود المنطقة في المستقبل نحو الأفضل ونحو الأحسن، ارتأينا أن نناقش مستقبل المنطقة المغاربية كندوة ختامية، كذلك اليوم سوف نعلن خلال هذه الندوة عن نتيجة المناظرة النهائية التي جمعت بين فريق الجزائر وكذلك الفريق الممثل عن دولة ليبيا الشقيقة. قبل ذلك أعرفكم أولاً على ضيوفي، نستضيف اليوم مجموعة من الأكاديميين وكذلك الخبيرين في سياسات الشباب والذين شرفونا بحضورهم مرة أخرى. نستضيف اليوم أولاً الدكتور هشام عطوش رئيس منتدى الاقتصاديين المغاربة والأستاذ الجامعي بجامعة محمد الخامس بالرباط وبالضبط بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية السويسي. أستاذ هشام عطوش أهلاً ومرحباً بك وشكراً على قبولك دعوتنا مرة أخرى. أهلاً بكم وشكراً لدعوتكم. شكراً أستاذ هشام. نستضيف أيضاً الدكتورة والأستاذة كريمة غانم رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية والخبيرة في سياسات الشباب. أهلاً ومرحباً بك أستاذة كريمة، شكراً مرة أخرى على تلبيتك الدعوة وعلى حضورك معنا. مساء الخير، شكراً جزيلاً على الاستضافة. شكرا لك أستاذة كريمة. كذلك لا بد أن ننوه أن المنظمين قد وجهوا الدعوة لمجموعة من الدكاترة وكذلك العارفين من المنطقة المغاربية، ولكن للأسف تعذر لهم الحضور معنا اليوم، ونوجه لهم التحية على أي آملين أن يكونوا معنا في المستقبل القريب. إذن بسرعة لكي نبتدئ مداخلاتنا اليوم ولكي نبتدئ هذه الندوة، كما تعلمون فمناظراتنا لليومين السابقين تمحورت حول مجموعة من المواضيع الراهنية والتي لها علاقة بمستقبل المنطقة ككل، ومن بينها اقتصاد مغاربي موحد، عملة موحدة، وكذلك منطقة تجارة حرة نحلم بها في المنطقة المغاربية منذ نعومة أظافرنا. اتحاد مغاربي قوي وقفت في وجه نزوله إلى الحقيقة مجموعة من العراقيل لربما سوف نناقشها اليوم، وكذلك نعطي الكلمة للشباب من أجل طرح أسئلتهم على الخبراء الحاضرين معنا، حيث أن الهدف من هذه الندوة فتح النقاش المستقبلي بين الجيلين، جيل سبقنا وله أيضا رؤيته لربما السابقة والمستقبلية من أجل منطقة مغاربية أفضل. يحضر معنا شباب من موريتانيا، من الجزائر، من ليبيا، من المغرب، وكذلك من دولة تونس الشقيقة. هي كذلك دول المغرب العربي ودول الاتحاد المغاربي، خمسة كأصابع اليد لا يمكن التفريق بينها، ومصرة على أن تصنع بشبابها مستقبلا أفضل في القريب العاجل. لكي أبدأ مباشرة أبدأ الحديث مع الأستاذ هشام عطوش. أستاذ هشام عطوش، من بين لربما الأسئلة أو لربما الكلمات التي لربما قد أثارت أذن كل اقتصادي حاضر معنا ومن بينهم أنت اليوم كخبير اقتصادي وأستاذ الاقتصاد، كلمة العملة الموحدة. ولربما قبل أن نتحدث عن عملة موحدة من الضروري أن نتحدث عن اقتصادات المنطقة. أستاذ هشام عطوش، ما رأيك في
الاقتصادات المغاربية، أين وصلت هذه الاقتصادات وما هي أفق تعاونها توحدها وسيرها نحو الوحدة والاتحاد وصولا لربما نحو توحيد عملة موحدة؟ بداية أشكر سي خليل الدقيق وأيضا القيمين أو القائمين على هذه المبادرات وعلى هذه المناظرات. وبطبيعة الحال أنا دائما من المشجعين لهذا الروح الشبابية المنبثقة من الدول العربية ككل وأيضا من العالم، والتي تروم لواقع أفضل ولمستقبل مستنير. إذا سمحتم في إطار سؤالكم عن المنطقة المغاربية خاصة في ظروف الأزمة الحالية، فإن سمحتم لي تقييم الوضع وليس بتقييم تاريخي للمسألة، ولكن بتقييم آني لثلاث أشهر أو أربع أشهر، لأن في اعتقادي الاقتصاد يوجد اليوم أمام محك كورونا المستجد، أمام كوفيد 19، وكل يعني المسلمات بين المزدوجتين التي عرفت فيما قبل في مجال الاقتصاد، من بينها الدولة التدخلية أو الاقتصاد الحر الليبرالي أو الاقتصاد النقدي وما إلى ذلك من النظريات التي درست، كلها اليوم توجد أمام مأزق حقيقي في هذا الوضع العالمي الغير المسبوق. إذا رجعنا إلى المنطقة المغاربية بداية، فهي كل غير متجانس اقتصاديا، مع وجود بطبيعة الحال مقومات التكامل ومنها القواسم المشتركة المجتمعية والثقافية. البلدان كما هو معلوم وتطلعكم الأخبار يوميا على ذلك، عاشت أزمة كورونا المستجد بسرعات مختلفة بدءا وحالا، ولا شك أيضا في النهاية لن تكون هذه النهاية للبلدان الخمس والتي تفضلتم أن قلتم أنها كأصابع اليد الخمسة، وما يعنيه ذلك من تشبيه عربي أصيل إلى خمسة متكاملة الأدوار ومتكاملة يعني العطاء. فقلت النهاية لن تكون أيضا متشابهة ومتماثلة. فإذا كانت تونس هي أول الدول الخارجة من الحجر الصحي وحالة الطوارئ، فإنها كانت متبوعة بالمغرب ولو جزئيا بمنطقتين، منطقة قد تم بين مزدوجتين رفع الحجر عنها، ومنطقة لا زالت بعد ثلاث أشهر في نفس الحالة. فإن الجزائر مثلا، ومعنا شباب قد يطلعون بمعطيات أفضل، لا زالت تدبر المرحلة الانتقالية في الوقت الذي لم تعرف موريتانيا نفس الحالات ولا نفس الوضع، إنما حاولت أن تحمي نفسها وأن تتبع تعليمات المنظمة العالمية للصحة. نفس أما في حالة ليبيا، فيسمح لي إخوتي في ليبيا أن أقول أنها لم تستفق بعد من التجاذبات والتقاطبات التي خلفها الربيع العربي حتى وجدت نفسها أمام الأمر الواقع. لنعود لما يهمنا اقتصاديا، أزمة كورونا في الواقع لم تفعل إلا أن عرت عن أعطاب هيكلية موجودة في الاقتصادات الخمس. وأذكركم بالعنوان العريض لهذه الأعطاب في كل بلد: الاقتصاد الريعي المعتمد على عائدات النفط بالجزائر، وهو ما يسمى عند العارفين بالاقتصاد سندروم هولندا،
اقتصاد تونس بدأ التعافي بعد الربيع العربي وكان في بدايات الإقلاع، اقتصاد مغربي بسرعتين، سرعة المنطقة الثانية وسرعة المنطقة الأولى التي نجحت في الخروج من الحجر، واقتصاد موريتاني معتمد على الموارد الأولية وتصديرها دون إضافة قيمة مضافة عالية، في حين أن الاقتصاد الليبي لم تندمل بعد جروحه، لكي لا أطيل. عموما بالنسبة للاقتصاديات الخمس، إن سمحتم في عجالة من أمري، تقييم الوضع يجب أن يكون على شقين من المسألة، شق السوق وشق تدخل الدولة. شق السوق في مجال العرض، ما شاب الأمر هو في كل البلدان بدون استثناء، هو التوقف التام أو الجزئي للمقاولات، مع ما يعنيه ذلك من فقدان أرقام المعاملات والأرباح وفرص الشغل، وهذا لا يعني أن لا وجود لاستثناءات في قطاعات خرجت رابحة بشكل كبير، وأخص بالذكر منها وفي كل البلدان بدون استثناء قطاع الاتصالات، قطاع الصناعات الغذائية، وقطاع التأمين ولو إلى بعد حين. من جانب الطلب، العنوان الأبرز هو تراجع الطلب بتراجع القدرة الشرائية، هذا من شق السوق. إذا أخذنا الجهة الأخرى، وقد تكون هي ما قبل الفكرة الأخيرة التي سأتقدم بها، وأعتذر إن أطلت في الإجابة عن هذا السؤال الأول، لأنه في اعتقادي تحليل الوضع وضبط مواصفاته يمكن من إبداع الحلول، أو على الأقل اقتراح مخارج قد تكون مفيدة للغاية، كما أنك إذا ذهبت عند طبيب فأول دوائك هو الفحص الدقيق. من شق الدولة، كل الدول الخمسة بدون استثناء عانت من الأمراض التالية أو من المعضلات التالية في هذه الأربع الأشهر الأخيرة. أولاً، شح المداخيل الضريبية والاحتكارية والجمركية، أزمة المخزون من العملة الصعبة أمام واردات أساسية للعيش لا تتوقف، وصادرات جلها ذات قيمة مضافة ضعيفة، ويستثنى بطبيعة الحال بعض يعني الصادرات المهمة لبعض البلدان مثل المغرب مثلا الفوسفات. لكن في حالة الجزائر وحالة ليبيا، فإن تقهقر أسعار النفط جعل هذه البلدان في أزمة خانقة. وخلاصة الأمر بالنسبة للدول الخمس، يعني لا أتحدث هنا عن الدول كأوطان، ولكن عن الدول يعني على الدولة كمتدخل وفاعل، على الدولة كمتدخل وفاعل، فقد وجدت نفسها أقرب ما يكون للعجز في حل المشاكل. وأضرب المثل هنا مثلا للحالة المغربية التي اضطرت مثلا أن تضع صندوقا خاصا لتدبير المسألة، لتدبير بطبيعة الحال الأزمة. هذا يعني الصبورة السوداء إن صح التعبير التي قدمتها لكم لا تخلو بطبيعة الحال من مبادرات مواطنة ومن إبداعات جعلت من بعض الدول المغاربية مضرب الأمثال كما يقول العرب، في وقت تناحرت فيه دول عظمى على طلبيات الكمامات. خلاصة الأمر، هناك تقاطعات كبيرة في
تصنيف وتقييم تداعيات الأزمة والإجراءات الاستعجالية الأولى لكبح المخلفات المنظورة للأزمة، لأن المخلفات العميقة للأزمة لا يمكن معرفتها الآن. لكن منطلقات كل اقتصاد هي محدد أساس فيما نستقبله من الأيام إذا علمنا أن الأزمة حسب المحللين والمتتبعين والمؤسسات الدولية مستمرة على الأقل لثلاث سنوات قادمة. وهذا ما يضيف الطين بلة هو أن الأزمة ليست لا اقتصادية ولا مالية في أساسها، بل هي أزمة صحية. هذا أعتقد تقييمي للوضع، وأتمنى أن أكون قد نورت الحضور الكريم على بعض الأمور في هذا السؤال الأول، وشكرا لكم. شكرا لك أستاذ عطوش على هذه الرؤية أو المداخلة المقتضبة حول التحليل المقارن لوضعية الاقتصادات المغاربية حاليا، خصوصا مع أزمة الكورونا التي لربما أوضحت جليا مكامن الضعف الموجودة على مستوى الاقتصادات المغاربية، والتي لربما من شأنها أن تجعلنا نغدو بعد هذه الأزمة بتصورات وخطط جديدة من شأنها تحضيرنا للأزمات المقبلة. فأكيد أن هذه الأزمة ليست الأزمة الأولى التي تواجهها هذه الاقتصادات، ولا الأزمة الأخيرة التي سيواجهها العالم والاقتصاد العالمي أيضا معها قريبا. لذلك مباشرة وأعود إليك أستاذ هشام عطوش بعد قليل من أجل أن نتحدث عن مستقبل الاقتصادات المغاربية ما بعد أزمة الكورونا، ولربما وحدة الاتحاد المغاربي ومداخل توحيد عملة موحدة لهذا الاتحاد. قبل ذلك أعطي الكلمة للدكتورة كريمة غانم الخبيرة في قضايا الشباب وكذلك رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية. أستاذة كريمة غانم، ونحن نتحدث عن المنطقة المغاربية، ونحن نتحدث أيضا عن الاتحاد المغاربي وعن هذه المنطقة، أكيد في تقييم لأي فاعل مدني وخبير في قضايا الشباب وكذلك في العلاقات الدولية والدبلوماسية، كانت هناك مجموعة من مواقع الخلل التي جعلت الاتحاد المغاربي لا يقوم بالدور المنوط به لربما، والذي وقع التأسيس من أجله. وإضافة لذلك، فالاتحاد المغاربي اليوم لربما في هذه المرحلة نرى نحن كشباب من منظورنا على أن الوقت قد حان لكي نقوم بتقييم جدي لربما ليس محاكمة للاتحاد المغاربي، بل تقييم من شأنه أن يخرجنا نحو اتحاد مغاربي قوي ونحو مواجهة كل الصعوبات السابقة. أستاذة كريمة غانم، في رأيك ما هي الصعوبات التي واجه الاتحاد المغاربي أو اتحاد المغربي العربي لحد الآن منذ تأسيسه، وما هي أيضا مواقع القوة التي كانت موجودة على مستوى هذا الاتحاد والتي وجب الاستثمار فيها؟ الكلمة لكم أستاذة كريمة. شكرا. أولا أنا جد سعيدة بالمشاركة معكم اليوم في اختتام هذا الحدث المهم، وقد تتبعت بعض من المناظرات، وأنا جد سعيدة لأرى شباب في منطقة المغاربية بهذا المستوى من الإقناع، من التواصل، وهذا دليل على أن لدينا طاقات شابة في المنطقة المغاربية الذين يشكلون اليوم قادة اليوم وسيصبحون صانعي القرار الغد. وهذا شيء مهم، لأن المنطقة المغاربية تزخر بطاقات شابة مهمة، وهي ثروة ديموغرافية يجب الاستثمار فيها. طبعاً تحدثت عن موضوع يعني منذ عقود، ونحن نتحدث عن فعالية الاتحاد المغاربي. طبعاً هناك العديد من
الاختلالات التي شابت يعني فعاليته وعلى مستوى الممارسات طبعا. ويعني منذ تأسيسه سنة 1989 عرف الاتحاد المغاربي مراحل عديدة، لكن كانت هناك إشكاليات وعراقيل سياسية وأمنية واقتصادية رغم يعني القواسم المشتركة المهمة التي تزخر بها المنطقة المغاربية على خلاف العديد من التكتلات السياسية أو الاقتصادية أو القطبية في العالم التي استطاعت أن تشكل يعني مجموعات اقتصادية مهمة وقوية، لكن في المنطقة المغاربية ما زلنا نتخبط في العديد من الصراعات الإقليمية وكذلك انقسامات الداخلية التي عاقت مسار الاتحاد المغاربي. كان طبعاً من المفروض أن يكون الاتحاد المغاربي تكتل إقليمي وجغرافي وثقافي مهم، لأن بالنسبة لنا ليس لدينا مشكل لغوي، يعني عندنا قواسم مشتركة لغوياً تاريخياً سياسياً وغير ذلك، لكن هناك العديد من المعيقات. سوف أذكر بعض المعيقات الجوهرية التي تعيق وأعاقت وتعيق وما زالت تعيق الاتحاد المغاربي. طبعاً بالنسبة للعامل الديموغرافي، هناك تقريباً 100 مليون نسمة في المنطقة المغاربية، والشباب المنطقة المغاربية يشكل تقريباً أكثر من 40%، وهذا عامل مهم وقوة بالنسبة للمنطقة المغاربية، وخصوصاً أن اليوم العالم رغم أنه ما زال في الخطابات السياسية نتحدث عن الشباب ونتحدث عن دور الشباب في طاولة المفاوضات، في السلم، في الأمن الدوليين، في المشاركة، في المساهمة، في صناعة القرار، لكن على مستوى الممارسات ما زالت هناك العديد من العراقيل. واليوم شهدنا بسبب أزمة كورونا أن في العديد من المناطق بالعالم نسبة الوفيات يعني الأكثر كانت بالنسبة للمواطنين الذين يتراوح عمرهم أكثر من 60 سنة، والمنطقة المغاربية تزخر بشبابها، وهذا دليل على القوة الديموغرافية التي يجب الاستثمار فيها الآن وتشبيب النخب. من جهة أخرى بالنسبة للعوامل الاقتصادية، أظن أن كانت هناك العديد من المبادرات سواء من المغرب أو من دول أخرى في المنطقة المغاربية يعني إعادة تفعيل الاتحاد المغاربي، لكن مع الأسف بأت بالفشل على المستوى الاقتصادي. أذكر أن كانت هناك إطلاق مبادرة سنة 1995 يعني توقيع اتفاقية الإعفاءات الضريبية، كانت هناك دعوة إلى خلق سوق مغاربية مشتركة والتعاون الأمني سنة 2000، والعديد من المبادرات التي لا تحصى. لكن أقول أن المشكل الكبير هو العراقيل السياسية والصراعات السياسية الإقليمية التي يعني عرقلت مسار الاتحاد المغاربي. إذا ما أردنا أن نقارن هذا التكتل المغاربي مع الأسف الغير مفعل بتكتلات الإقليمية أو الإفريقية، يعني لن نقارن بالاتحاد الأوروبي وغيرها، فقط بالتكتلات الاقتصادية الإفريقية مثلا الإكواس والكوميسا وغيرها، فرغم يعني الاختلافات اللغوية والجغرافية وغير ذلك استطاعت أن تشكل يعني تكتلات اقتصادية مهمة. في شرق إفريقيا استطاعوا أن يعني يقوموا بسياسة اقتصادية مهمة، وكذلك أن يكون لهم يعني جواز سفر موحد لشرق إفريقيا. كان هناك العديد من المبادرات لإطلاق عملة موحدة، صحيح أن تبعت بعض من المبادرات في موضوع العملة،
وأذكر أن كان في تونس هناك اجتماع مؤخرا ربما نظن السنة الماضية للبنوك المركزية المغاربية التي دعت إلى تفعيل عملة موحدة وتعديل السياسات الصرفية بالمنطقة المغاربية، لكن مع الأسف هناك العديد من التعقيدات التشريعية لكل دولة التي تمنع هذا. طبعا إذا ذكرنا الصراعات الإقليمية نذكر طبعا القضية الليبية، ومعنا الإخوان من ليبيا ممكن أن يعطونا صورة يعني عن التطورات الحالية. هناك طبعا المشكل السياسي ما بين المغرب والجزائر حاضر بقوة في مشكل الصحراء المغربية، فهذه كلها على قيل يعني مسألة فتح الحدود، وهذه المسائل أيضا كانت عائق حتى بالنسبة لاتفاقيات التبادل الحر الأخرى. مثلا إذا أردت أن أعطي مثل بإفريقيا، الاتفاقية التبادل الحر الأخيرة التي تم توقيعها في أواخر سنة 2019 دامت 18 سنة من المفاوضات بين الدول الإفريقية لتوقيع اتفاقية التبادل الحر الإفريقية، ولكن هناك يعني مجموعة العراقيل التي يعني تحد من فعاليتها. مثلا مسألة الحدود، مسألة يعني حرية التنقل ما بين الدول الإفريقية وغير ذلك. فهذه الصراعات، كان هناك الهاجس الأمني الذي أرهق المنطقة المغاربية بسبب ارتفاع يعني الحضور الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل وغيرها. فهذه كلها يعني عراقيل يجب تجاوزها، لا يمكن أن نكون أن نتحدث عن كتلة اقتصادية ويعني تعاون سياسي فعال بدون حل مشكل الصحراء المغربية، بدون حل القضية الليبية. وأظن أن الإشكالية الكبرى هي أن يكون هناك أولاً يعني تفعيل ديمقراطيات داخلية، لأن ما زالت هناك انقسامات داخلية في العديد من الدول المغاربية، هناك ما زالت هناك أثار الحركات الاجتماعية وغير ذلك. فبالتالي لا يمكن أن نتحدث عن يعني اتحاد مغاربي، وكل دولة لها أولوياتها ولها انشغالاتها الداخلية ولها انقساماتها. فيجب العمل على إرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان وتفعيل سياسات مندمجة في كل دولة يعني، وكذلك لا يجب أن تكون هناك إرادة سياسية. لأن يمكن أن أختم بنقطة مهمة هنا، هو أن الشعوب المغاربية ليست لديها مشكل لا في التعاون لا التجاري ولا اقتصادي ولا غير ذلك. الشباب يتعاون، المقاولين يتعاونون فيما بينهم، ليست لدينا مشكلة كشعوب، لكن هناك إشكاليات سياسية يجب أن نعمل على حلها. إذا كان هناك إشكالية لبعض القيادات السياسية في المنطقة المغاربية لا زالت تعرقل مسار السلام والتعاون، فالأمل اليوم بشباب اليوم، لأنه هو الذي سيقود زمام الأمور في الغد. وإذا لم يكن في يعني يترافع على موقعه في السياسات العمومية وفي طاولة المفاوضات، لا أحد سيعطيه هذا الحق. إذن هنا الأمل بالشباب المنطقة المغاربية. وأنا كما قلت أنا جد سعيدة، لأن عندما رأيت يعني المناظرات وكيف يعني المستوى الشباب في مجال الحجج والإقناع، نحتاج إلى شباب قائد اليوم، لأن في بعض الأحيان هناك إشكاليات تتسببها فقط نقص المعلومة، الحصول على المعلومة، الرؤية، الصور النمطية عن بعض الدول إلى غير ذلك. فمثل هذه المبادرات التي تقومون بها هي جد مهمة لتحقيق التكامل المغاربي والتعامل يعني التعاون ما بين شباب المنطقة من أجل مستقبل الاتحاد المغاربي. شكرا لك أستاذة كريمة غانم على هذه المداخلة وعلى جوابك على هذا السؤال الأول بهذه الطريقة المعمقة. شكرا من أجل تحليلك لواقع المنطقة المغاربية للصعوبات المختلفة التي واجهتها بوضوح خلال السنوات السابقة، وأكيد أن هذه الصعوبات من بينها صعوبات سياسية وكذلك صعوبات اندماج سياسي يلزمها إرادة سياسية ويلزمها أيضا ثقة في الشباب، وشباب قادر على أن يأتي بخطابات
جديدة، خطابات قادرة على تغيير الخلافات السابقة، خطابات متجددة وآراء متجددة، وأكيد على أن المناظرة هذا هدفها أن تأتي بشباب قادر على قيادة هذه المنطقة بعيدا عن كل الخلافات السابقة، وقادر على مواجهة كل الأفكار النمطية والمترسبة والخاطئة. جاء في مداخلتك أستاذة كريمة مجموعة من الأشياء الاقتصادية والنقط التي هي مهمة جدا، وآخرها الندوة التي كانت في تونس أو الاجتماع المهم الذي كان في تونس والذي تدارس خطة عملة موحدة للمنطقة المغاربية. وهنا أكيد أنني أعود للدكتور هشام عطوش الاقتصادي لكي أسأله باسم كل الشباب، لأن هذا الموضوع كان مطروحا بقوة خلال المناظرات. ما هي أستاذ عطوش بالنسبة لكم كخبير اقتصادي الشروط اللازمة من أجل إطلاق عملة موحدة في المنطقة المغاربية؟ أترى هل هذه فكرة جيدة؟ أترى هل هذا مدخل أو نتيجة لتعامل اقتصادي قوي؟ ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في هذه الاقتصادات وفي المنطقة المغاربية؟ وما هي الآلية الواحدة الكفيلة من بتنزيل هذا القرار؟ أترى هل هذا القرار جيد لبلدان المنطقة أم لا؟ أم آن الأوان له؟ هو عاجل أم لا؟ هذه مجموعة من النقاشات التي كانت خلال هذه البطولة، وأفسح المجال للأستاذ هشام مرحبا من أجل الإجابة عنها. مرحبا أستاذ خليل على هذا السؤال والذي هو بالأهمية مما كان، وتسمحون لي أن أعود إلى ولادة الاقتصاد. الاقتصاد حينما بدأ مع المجتمعات الزراعية ومجتمع الصيد أي القبائل الأولى، كان اقتصادا مبنيا على تبادل بدون نقد، وبعد ذلك احتاج الناس لاستعمال النقد، لأن في بعض الأحيان ما يأخذونه في المقابل لم يكن لهم به حاجة، لم يكن لهم به حاجة، وهو كان يكون فائضا على حاجاتهم، ومن ثم بدأ النقد يشق طريقه بطبيعة الحال. وهنا لا إن سقت هذه المجتمعات الأولى، فلكي أقول لسبب بسيط، هو أنه بدون وجود مقومات اقتصاد وتبادل فإن مسألة النقد تأتي بعدية. ومن هنا فالعملة الموحدة وهذا الاجتماع الذي أشرتم إليه أعتقد بأنه موضوع سابق لأوانه، لأن إذا أخذنا مثلا التكتل الأوروبي أو ما سمي بالاتحاد الأوروبي بعدما كانت تسميته الأولى المجموعة الاقتصادية الأوروبية، فإن قرار توحيد العملة لم يؤخذ إلا بعد عقود تقريبا 3 عقود من الزمن، وقبيل الأزمة كما في علمكم بسنتين واجه الاتحاد الأوروبي خروج دولة عظمى يمكن اعتبارها كذلك، لأنها كانت من الدول الأولى اقتصاديا بثورتها الصناعية، ومن الدول أيضا التي تعتبر من أسياد الحرب بين مزدوجتين على هذا المصطلح الحروب العالمية، وجدنا هذه الدولة تخرج من العملة الموحدة ومن الاتحاد بما سمي بالبريكسيت. بطبيعة الحال فإن المسألة النقدية هي ليست مسألة لا دينار ولا درهم عربي أو إسلامي أو حتى مغاربي، بل هي مسألة تحديد المصير الاجتماعي أولا، إن لم نقل المجتمعي، ثم تحديد المصير الاقتصادي ثانيا. ومعلوم أن الدول المغاربية عموما تشكو من قلة المبادلات، وحتى الدراسات وهي قليلة التي أنجزت منذ أكثر زيادة من 10 سنوات
تسعفنا في القول بأن مسألة النقد ليست هي المسألة الأولى التي يجب أن تطرح على طاولة النقاش، إن لم أقل المفاوضات، لأن الاتحاد المغاربي اليوم يحتاج إلى مفاوضات جديدة. فقلت الدراسات القديمة لأنها لم تحين تقول بأن الدول المغاربية تخسر 3 نقاط، 3 نقاط من الناتج الداخلي الخام، وأيضا تقول نفس الدراسات أن أكبر رابح هو تلك الدولتين التي يتنازعان سياسيا على أرض في الوقت الذي تتكتل فيه الدول لتجد لها موطئ قدم في العالم. نجد أن هناك من لا يزال يفكر في دويلات. المهم لكي لا أطيل، المشكلة الحقيقية هو وجود هذا التكتل القديم الغير المفعل منذ، وأنا كنت صغيرا وأنا أتفرج على التلفاز أثناء التوقيع، فقد كانت المسألة سنة 1986، وقبلها لم تفعل حتى منطقة التبادل الحر العربية الكبرى والتي لها من العمر 40 سنة بدينارها الموحد الذي بقي حبرا على ورق ينضاف لما سلف لكي لا نكون مجحفين، هو أن حتى مسألة النقد التقليدي لم تعد مسألة تؤرق العالم الاقتصادي. لماذا؟ لأنها أصبحت غير منافسة لنقد إلكتروني أو نقد يشابهه. ومن ثم فأختم قولي بأن مسألة العملة الموحدة حتى وإن افترضنا جدلا بأهميتها تحتاج لاقتصاديات قوية داعمة وحقيقية ومتكاملة. باستثناء ذلك فلن نكون أحسن حال من تكتل حلم به دوغول وفعلته يعني القيادات السياسية بعد ذلك في الاتحاد الأوروبي. إذن هذا هو فصل الخطاب في قولي في هذه المسألة من وجهة نظري. بطبيعة الحال قد أكون مخطئا، قد أكون محقا، ولكن كل ما تعلمته في مدرجات كليات الرباط التي كنت فيها طالبا، وأيضا ما أتعلمه في مناظرات وفي محاضرات وفي ندوات، هو أن النقد لا يعدو أن يكون غطاء أو أن يكون وسيلة بين مزدوجتين للإدخار أو وسيلة للتبادل، وأحيانا وسيلة لممارسة المضاربة. إذا استثنينا كل هذه الأمور التي ذكرتها، فأعتقد في أن في عالم البلوك تشين فمسألة النقد التي نتحدث عنها فهي مسألة 70ات القرن الماضي. السلام عليكم على هذا السؤال. شكرا الأستاذ هشام عطوش على مداخلتك العلمية والاقتصادية 100%، والتي لربما لو كنت أحمد الله أننا لسنا من مناظري جيلك، وإلا لفزت بكل بطولات المناظرة خصوصا فيما يخص بالمواضيع الاقتصادية. أراك حسمت الموضوع في مجموعة من المناظرات التي حضرتها. ولكن أستاذ عطوش، كلامك كلام خبير اقتصادي وكلام يطرح أكيد جميع المعطيات الحاضرة، هو كلام العقل وكلام العلم. شكرا على هذه المداخلة فيما يخص العملة. أكيد أن لنا
في انتظار أن يكون لنا عملة يوما ما موحدة، وأن يكون لنا أن نكون لنا اتحاد مغاربي بهذه القوة وبهذه الوحدة الاقتصادية، كلنا حالمون بذلك. لنا عملة موحدة أخرى نحاول توحيدها، ألا وهي الفكر والمعرفة، ولربما هي عملة لا تعدو أن تكون فقط من أجل التبادل بين من أجل البضاعة. وهنا أوجه الكلمة للأستاذة كريمة غانم. أستاذة كريمة غانم، كخبيرة في قضايا الشباب وفي المجتمع المدني، ما رأيك في الدور الذي تلعبه مثل هذه البرامج في توحيد آراء الشباب ومواجهة الأفكار النمطية التي قد تكون عند بعضهم، وكذلك في تغيير الطريقة التي نرافع عنها عن بعض القضايا العالقة وغيرها في المنطقة؟ شكرا على هذا السؤال. وكما ذكرت سابقا، أنا أحيي مثل هذه المبادرات لأن في حد ذاتها مهمة. لماذا؟ لأن هذه المبادرات أولا يعني تعلم المناضرين والشباب بصفة عامة مجموعة المهارات لا نتعلمها لا في المدرسة ولا في الجامعة ولا في مجموعة من الفضاءات ربما يعني خاصة. مثل هذه المبادرات لها العديد من الفوائد، سواء على المهارات الشخصية أو المهارات المهنية، كالتواصل، كالتفاوض، كالإقناع، كالترافع. هناك العديد من الأشياء اللي هي يعني مهمة، سواء بالنسبة للحياة الشخصية أو الحياة المهنية للشباب، وخصوصا أن اليوم الشباب مطالب بالمشاركة في العديد من المواعيد الدولية، وأن يترافع على العديد من القضايا، سواء قضايا وطنية أو إقليمية أو دولية، في دواليب الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو غيرها من المنظمات المتعددة الأطراف. طبعا هناك العديد من القضايا العالقة، سواء التي تتعلق مباشرة يعني بالمنطقة المغاربية أو على المستويات الوطنية، ولكن هناك قضايا كونية. اليوم نحن اليوم أصبحنا مواطنين كونيين، بمعنى أن ما يقع اليوم في الصين لا نقول أنه لا يعنينا. فيعني اليوم أصبحنا نتفاعل مع العديد من القضايا الكونية، وكما نطلق عليها عولمة القضايا. هذا من جهة. من جهة أخرى، مثل هذه المبادرات تساعد الشباب على أن يتملك يعني مهارات القيادة، وهذه المهارات يعني مطلوبة سواء اليوم في سوق الشغل أو حتى في الممارسات الدبلوماسية. اليوم أصبحنا نشاهد العديد من الشباب سواء كأفراد ويعني أعضاء من الفاعلين الاقتصاديين، عفوا، من الفاعلين الغير الحكوميين أو في المنظمات المجتمع المدني، الذين أصبحوا يشاركون في اللجان الاستشارية سواء الإقليمية أو الدولية للمساهمة، سواء بتقارير موازية أو بمشاركات خاصة في بعض القضايا التي تتطلب يعني تواصل قوي، تتطلب تمكن من اللغة، تمكن من وسائل يعني الإقناع، وكذلك ترافع احترافي مع مخاطبين مختلفين. اليوم دور الشباب والمجتمع المدني في المعادلة السياسية الدولية أصبح مهما جدا، لأن جل القرارات الدولية سواء الأممية أو الإقليمية تؤكد على الدور الريادي للشباب اليوم في طاولة المفاوضات. الشباب اليوم ليس لي الشباب اليوم يجب أن يكون كشريك حقيقي وليس كمتلقي للسياسات، ليس كمستهلك للسياسات. يجب أن يكون فاعلا في دوره في السياسات، ولا يمكن أن يكون فاعلا في السياسات سواء الوطنية أو الإقليمية أو المساهمة في كقوة اقتراحية في حل العديد من الإشكالات الدولية
إذا ما يعني ما كانت لدينا مثل هذه المبادرات، والتي من خلالها ليست فقط هي مبادرة، يعني مثل هذه المناظرة ليست فقط مناظرة للربح والخسارة، فهي فرصة تكوينية أكثر من هي يعني محادثة أو يعني مباراة، لأن الهدف منها في جل مراحل المناظرة هناك العديد من المهارات المهمة التي يتملكها يعني الشاب، والتي تساعده في حياته العملية والمهنية. فبالتالي أنا يعني أشجع مثل هذه المبادرات اللي هي مهمة، ولا يجب أن تكون فقط يعني متخصصة في جمعيات متخصصة في المناظرة. المناظرة يجب أن تكون كمهارة عرضانية في يعني العديد من برامج المجتمع المدني والبرامج الموجهة للشباب، لأنها تمكنه من سلوكات ومهارات حياتية مهمة. هذا من جهة. من جهة أخرى، أنا تكلمت أستاذ خليل على الصور النمطية. أظن في بعض الأحيان يعني تكون لدينا العديد من الصور النمطية عن بعض القضايا أو عن بعض الدول، وهذا طبيعة الحال يساهم فيه الإعلام. ومثل هذه المبادرات نستضيف فيها الشباب من مختلف المنطقة المغاربية طبعا، ويكون هناك يعني تبادل، ويكون هناك ما نطلق عليه البنش مارك في العديد من القضايا، نستمع للرأي والرأي الآخر. فبالتالي مثل هذه اللقاءات تساعد على تكسير الجليد، وكذلك محاربة تلك الصور النمطية التي نتلقاها في الإعلام. أذكر على سبيل المثال، يعني نحن كشباب كنا نسمع في غالبية الأحيان عن القضية الليبية. مؤخرا يعني قمنا بحوار مع الشباب الليبي من الجهتين، فحاولنا الاستماع لآراء الشباب لمعرفة رؤيتهم عن قضيتهم وكيف يتملكون حلولهم. فهذا بالنسبة لنا يعني من خلاله استطعنا أن نحارب تلك الصور الجاهزة والنمطية. وهذه رسالة لكل شاب أو شابة في المنطقة المغاربية، أولا أن يتعلم، أن يشارك، أن يستمع للرأي والرأي الآخر، أن تكون له وسائل الإقناع والحجج، أن تكون له قدرات القيادة والريادة والترافع، لكي يتملك كل هذه المهارات الاحترافية لتمثيل بلده أولا، أحسن تمثيل، وكذلك تمثيل منطقته والدفاع عن القضايا يعني المغاربية خصوصا في المحافل الدولية. شكرا لك أستاذة كريمة غانم هذه المداخلة. أكيد على أن أدوات الإقناع والتفكير النقدي هي أساسيات لكل فاعل مدني، لكل شاب حالي في سنة 2020 في زمن الكورونا، لكل شاب يريد أن يعيش زمن بعد ما بعد الكورونا. أكيد على أن الظرفية الحالية وعلى أن المنطقة المغاربية في أمس الحاجة أكثر من أي وقت سبق لصوت الشباب، لإلمامهم بمختلف القضايا، وكذلك لآليات التفكير الاستراتيجي أن يكونوا ملمين بها، محترفين فيها، حتى يتمكنوا من التفريق بين الخطأ والصواب، وحتى لا يتم جرهم أمام أجندات خاطئة مؤدلجة، لربما أفكار كراهية. رأينا في الآونة الأخيرة كم أن الصعوبة كانت أحيانا في مواجهة حملات الأخبار الكاذبة من أجل تنزيل ما جاءت به الدول وكذلك الحكومات المختلفة من معايير ومن سياسات لمواجهة أزمة الكورونا الحالية. وظهر جليا أن التفكير النقدي شيء يجب أن يزرع لدى الشباب منذ الصغر وفي كل البرامج التعليمية. هنا أعود في حديثي
عن البلدان المغاربية ما بعد الكورونا، وأعود إلى الدكتور هشام عطوش لكي يعطينا في بسرعة نظرة مقتضبة عن تصوره كاقتصادي عن الاقتصادات المغاربية ما بعد هذه الظرفية الاستثنائية. نظمنا مجموعة من الأشياء على المستوى الافتراضي، لربما هذه البطولة يا أستاذ أيضا بزغت من رحم هذه الأزمة. كيف تتصورون يا أستاذ الاقتصادات المغاربية بعد أزمة الكوفيد 19؟ شكرا سيد خليل لسؤالكم، والحديث عن المستقبل هو حديث ذو شجون في واقع الأمر، وثم استعمال مصطلح ما بعد كورونا فنحن لازلنا فيها ولن نخرج من سياجها في واقع الحال إلا في غضون سنوات. حينما أقول لا نخرج من سياجها لا أتحدث عن الشق الصحي من المسألة، فربما أن تضافر الجهود عالميا مع وجود بطبيعة الحال من يقول هل الأزمة مفتعلة صحيا أم هي طارئة، هذا لا يهمنا الآن. ما يهمنا هو أنه هناك تضافر عالمي لإيجاد لقاح لهذا الفيروس، وأيضا أبرزت بعض التجارب في دول مثل المغرب أو الجزائر صدقيتها على الأقل ولو لحين في استعمال أدوية معينة، لأن لست خبيرا طبيا ولن أستطيع أن أقول تلك التسميات بالدقة اللازمة، ولكن المهم هي أنها تنفع لشيء ما. إذن كما قلت سبق وأن ذكرت بأن أولا الاقتصاديات الخمسة سرعاتها لا تتشابه، هذا معطى لابد من معرفته. ثم كما سبق وأن ذكرت الأستاذة غانم أن هناك إشكالات عميقة، وقلت وسميتها أنا بالبنيوية والهيكلية التي تعوق المسير. إن كان من حديث عن مستقبل منظور دون ضرب من الغيب، فهو أن أقول أن هناك اليوم من يدافع عن الدولة الأمة، هناك من يدافع عن الدولة القومية، وهناك من يدافع عن التكتلات الجهوية أو القارية مثل حالة إفريقيا. وصحيح أيضا أن كل دولة من الدول الخمس قد غردت خارج السرب سابقا، حتى وإن كانت لا زالت بعضها تغرد دائما خارج السرب. ولكن ما يهمنا هو أن الظرفية اليوم لا تسمح ولا ترحم، وقد قلت سابقا هي بين مزدوجتين، معركة تحديد مصير مجتمعي اجتماعي اقتصادي. وما يزيد من حدة المسألة مستقبلا هو أن الثورة الاقتصادية الحالية، لن أقول مستقبلية، وهي الثورة السادسة، هي ثورة الذكاء الصناعي، وثورة الذكاء الصناعي لن ترحم المخلفين بالمصطلح القرآني، ليس المتخلفين، المخلفين. والمخلفون كما هو معلوم في المصطلح القرآني هم أناس لهم القدرة على التدافع ويعتذرون بأعبار واهية. وأعتبر أن الإشكالات التي ذكرت سابقا هي أعذار واهية تحد من القوى الكامنة المتوفرة عند كل دولة دولة، وإن تكاملت تجعل منها اتحادا قويا فعليا. فالمغرب مثلا يحتاج إلى بترول وغاز الجزائر، والجزائر تحتاج لفلاحة تونس والمغرب، موريتانيا تحتاج لفلاحة الدولتين ونسبيا إلى بترول وغاز الجزائر وليبيا، ولها من المقومات والمؤهلات المعدنية والمنجمية ما يكمل الدول الأخرى.
الجزائر وموريتانيا وليبيا تحتاج إلى سياحة والقوة السياحية لتونس والمغرب. إذن اقتصاديا لا يعقل استقبالا في زمن الكورونا أو بعد زمن الكورونا، وأنا أحبذ أن أسميه زمن الكوفيدية، الكوفيدية، هذا الزمن لا يسمح لمن لا يجلس إلى طاولة التفاهم والتكامل وتفعيل التكتل وتفعيل التكتل. وإذا جاء في إطار مداخلة إحدى مداخلات السيدة كريمة غانم أن هناك إشكالات سياسية، وبهذا الأمر أختم إن سمحتم، بطبيعة الحال هذه الإشكاليات الإشكالات أعتبر بأن يمكن أن نتجاوزها بمبادرة أو بفكرة أطلقتها منذ 12 سنة، سنة 2008 من وهران بالجزائر، حينما قلت ما يلي وأمام تلة من سياسي الدولة الجزائرية وبحضور متدخلين أكاديميين اقتصاديين من الدول الخمس المغاربية. قلت ما يلي بالحرف: يكفي أن نلجأ إلى الرياضيات، ومن الرياضيات نأخذ علم الدوال الدالات أو الدوال حسب البلدان، فنعمل بدالة أصلية ودالة مشتقة، ونعتبر أن الإشكالات هي ذلك العامل الثابت في الدالة الأصلية. فبعد الاشتقاق تتبقى لنا دالة مشتقة تنتفي فيها تلك الإشكالات، ومن ثم تبقى لدينا متغيرات حقيقية يمكن أن نستعملها للسير جنبا إلى جنب. وأحببت العبارة التي استعملتها منذ البداية كالأصابع الخمس لليد، وأضيف لك إليها أن هذا المشي اليد في اليد بالدالة المشتقة على الأقل يجعلنا نعمل بحقوق خمسة، وهي الحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية، ونترك السياسية إلى الأخير وإن كانت هي المدخل الأول. فبدون هذه الحقوق الخمسة لا قوة للاتحاد المغاربي. إذن مقترحي منذ سنة 2008 كما قلت أطلقته من الجزائر، من وهران، من مدينة الأسود، إذن من مدينة الأسود ومن بلد الأسود اليوم أقول رجاء للسياسيين أن يشتغلوا بالدالة المشتقة، ويتركوا على الأقل ولو لزمن تلك الإشكالات إلى حين، ونشتغل إن شاء الله يدا في يد لكي نصنع اتحادا مغاربيا فعليا، لأن كما قلت الزمن لا يسمح للمخلفين بالتقدم. شكرا. شكرا، شكرا لك أستاذ هشام عطوش على هذه المداخلة الجد متميزة. ونتمنى بما أننا دخلنا في الرياضيات وفي الاقتصاد التطبيقي، أتمنى أن تكون دالتنا دالة سهلة الحل، ولو أنها اتضح أنها معقدة الحل، ولا تقبل لا فروع الشلجمية ولا هدلولا، وأن تكون إحداثيات سهلة في الأيام وفي السنوات المقبلة. أكيد على أن مداخلتك أستاذ تضمنت مجموعة من الرسائل ومجموعة من الأشياء الإيجابية. شكرا لك أستاذ هشام عطوش. الآن أظن على أننا سوف نفتح المجال لشبابنا الحاضرين معنا، والذين ناقشوا خلال يومين السابقين بكل ثقة بكل وعي مجتمعي مجموعة من القضايا تهم مستقبلهم كمواطنين مغاربيين آمرين في أن يتحدوا مع إخوانهم في بقية المنطقة
لأنهم قادة المستقبل كما جاء على لسانكم أستاذ هشام، وكذلك على لسان الأستاذة كريمة غانم. فالقادة وكذلك المستقبل يصنع الآن. وهنا أعود إلى المقولة المشهورة لأبراهام لينكولن، وكذلك للمفكر المغربي المشهور المهدي المنجرة: إن كنا ننظر إلى المستقبل وننتظر قدومه فمن الأفضل أن نصنعه اليوم. أعطي الكلمة الآن وأبدأ مداخلات الشباب، وأبدأ إذن مباشرة من تونس الخضراء. نستضيف معنا شابة وجوهرة حسين. أهلا ومرحبا بك، مرحبا بك معنا في البطولة المغاربية للمناظرات. مرحبا بأهل تونس وشباب تونس النيرين، وأعطيك المجال من أجل أن تطرحي سؤالا على أحد المتدخلين لكي يجيبك عنه خلال هذه الندوة. تفضلي وجدان. واضح. أولا أريد أن أشكر كل المنظمين هذه البطولة، لأننا أنا كشابة هناك عديد من النقاط في البلدان المغاربية لم أكن على دراية بها، لذلك هذه البطولة كانت فرصة لي لأن أعمق معارفي حول العديد من المشاكل والأزمات الموجودة في المغرب العربي. الآن النقطة التي أريد أن أستفسر حولها هي: إلى أي مدى تعتبرون أن الصراع الموجود بين الجزائر والمغرب حول الصحراء الغربية هو العائق الأساسي أمام تفعيل حقيقي للاتحاد المغاربي؟ وهل هناك حلول جذرية أو بوادر لوجود حلول جذرية لتجاوز هذه الأزمة؟ وشكرا. شكرا، شكرا لك وجدان على مداخلتك وعلى سؤالك. تم تدوين سؤالك وسوف يجيب عنه الأساتذة الكرام. مباشرة أمر وأخذ سؤالا أيضا آخر. أمر الآن لمحمد محمود من موريتانيا، من دولة المليون شاعر، من شعلة فكرية أخرى شابة لدينا كل الأمل فيها. محمد محمودي الحاضر معنا اليوم والحاضر بعلم موريتاني جميل أنظر إليه منذ الوهلة الأولى في هذه الندوة. تفضل يا أستاذ الكريم، المداخلة لك الآن من أجل طرح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم. مرحبا بكم افتراضيا في موريتانيا، اهلا وسهلا. حللتم بيوتا تستزين بحبكم وتزداد شوقا، اهلا هذاكم العرب، هذه بلاد مليون شاعر تحييكم. انا اذمن جدا هذه المبادره القيمه التي جمعت المغاربه يدا بيد حتى يشكلوا شعبيا ذاك الاتحاد الذي نطمح ان ينتقل من حيز الاقتران الشعبوي الى حيز المجال السياسي الفعلي الاقتصادي، فتجني مجتمعاتنا ثمرته. لدي سؤال موجه للضيوف الكرام، وهو استثمرته أو استنتجته من خلال مداخلات زملائي ومرافعاتنا وخطاباتنا التي كانت في الأيام الماضية حول المواضيع التي وضعت للنقاش. هذا السؤال هو: هل يمكن أن يكون التشارك في المستقبل والتعاون أكثر في المجال الجمعوي الذي يجمع دول المغرب العربي أكبر، فنتجاوز بذلك مرحلة الخجل من الوحدة الفعلية، أي بمعنى إيجاد تعاون حقيقي تحت مظلة الاتحاد، أم أننا لن نزال تحت نفس المظلة التي هي شكل فقط لا قيمة فعلية له؟ وكيف ينبغي أن يكون دور الشعوب في ذلك والهيئات الشبابية بشكل خاص؟ هل يمكن أن يكون الدور الشبابي فاعلاً بما في الكلمة من معنى فيغطي على الخلل السياسي الموجود؟ شكراً جزيلاً لكم مجدداً. شكرا لك على هذه المداخلة وعلى هذه الأسئلة التي سوف يجيب عليها ضيوفنا اليوم. كذلك أعطي الكلمة إلى زميلنا وإلى أخينا بالمملكة المغربية السيد عبد الصمد بلقادة، والذي كان من المشاركين، والذي أكيد هو أيضا شعلة مغربية ينتظر منها الكثير. أستاذ عبد الصمد بلقادة، الكلمة لك. شكراً أستاذ خليل، تحية طيبة لجميع الحاضرين معنا في هذه الأمسية في هذه الندوة الاختتامية، وشكر خاص للمتداخلين
في هذه المجالات الاقتصادي والسياسي على وجه الخصوص، أستاذ هشام عطوش والأستاذ كريمة غانم، الذين هما يعني فخرا للمملكة المغربية في هذه المجالات. بالنسبة لي يعني لمداخلتي في بخصوص هذا الموضوع حول السياسة المستقبلية للمنطقة المغاربية على مستويين اقتصادي والسياسي، فلقد ذكرتم أن يعني مجموعة من الامتيازات التي يمتاز بها أو تمتاز بها المنطقة المغاربية من تنوع في الموارد الاقتصادية بين هذه الدول وتكاملها. يعني هل هذا التنوع والتكامل كفيل لتشكيل تكتل اقتصادي قوي بين دول اتحاد المغرب العربي؟ فضلا وقد ذكرتم أستاذ هشام والأستاذ كريمة أيضا أنه يعني هناك إشكالات سياسية ربما يعني تقف عائقا أمام تشكل هذه القوة وهذا الاتحاد. أليس يعني فضلا عن هذه الإشكالات السياسية، وكما تقدم الأستاذ هشام يعني بحل أو بآلية أراها يعني جد فعالة وجد هادفة، بحيث نركز على ما هو مشترك بيننا وليس فيه اختلاف ويساهم في تنمية مجتمعاتنا المغاربية اقتصاديا واجتماعيا، ثم يعني نترك يعني الإشكالات السياسية يعني أخيرا، وربما تكون يعني هناك نتيجة إذا ما تم يعني الاتحاد يعني عن طريق المجالات الأخرى. أليس يعني سؤالي هنا فضلا عن هذه الإشكالات السياسية، أليس لاختلاف السياسات الاقتصادية أولا ويعني السرعات ومستويات النمو الاقتصادي بين هذه الدول إشكالا يعني حقيقيا يقف عائقا أمام هذا التكتل؟ إذا كانت هذه يعني اختلافات يعني تؤكدون وتقررون بها، فما هي سبل حلها وتجاوزها من أجل يعني خلق اتحاد مغاربي قوي؟ وشكرا. شكرا عبد الصمد على هذا السؤال. إذا مباشرة أعطي الكلمة لضيوفنا من أجل الإجابة عن هذه الأسئلة. كان معنا سؤال من دولة تونس الشقيقة من وجدان، كذلك من محمودي من موريتانيا، كذلك من عبد الصمد من المغرب. حبذا لو أراد أحد الشباب من البلدان الأخرى خصوصا دولة الجزائر الشقيقة، أرى أن معنا الشاب كمال بوعافية. كمال، لو معك أي سؤال آخر تمثل فيه شباب دولة الجزائر الشقيقة فتفضل لمتدخلين بذلك. أستاذ كمال، ربما أن صوتك غير مسموع أو أنك نسيت أن تفتح الميكروفون، في انتظار ذلك تفضل يا كمال. أظن أنك الآن فتحته. لو لديك سؤال لخبرائنا اليوم الاقتصاديين وكذلك الدبلوماسيين فالكلمة لك يا كمال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكيد نشكر ضيوف البطولة المغاربية لمناظرات المحترفين، وأشكر الشباب الذين أبدعوا في هذه البطولة، ومباشرة أمر إلى سؤال أعتقد أنه يصب في فكرة مستقبل المنطقة المغاربية أو الاتحاد المغاربي. هل من الممكن اليوم نتكلم عن الاتحاد المغاربي؟ هل إلى مدى يمكن تجسيد الفكرة على أرض الواقع عندما نتكلم أن يعني تاريخيا الاتحاد المغاربي فشل في أن يتجسد على أرض الواقع لأمور سياسية؟ هل يمكن اليوم أن نخلق اتحادا مغاربيا بصبغة كما قال الأستاذ عبد الصمد، بصبغة اقتصادية أو اتحاد مغاربي اقتصادي نتغاضى فيه عن الاختلافات السياسية والتي كانت دائما عائقا على بناء هذا الاتحاد وبناء هذا الاقتصاد أو هذا الحلم الذي ينعكس بالإيجاب على شعوب المنطقة وعلى دولها؟ هذا هو سؤالي. شكرا خليل.
شكرا، شكرا لك كمال على هذا السؤال باسم الشباب الجزائري النير والقادر على بناء المنطقة في المستقبل بشكل إيجابي أيضا إلى جانب باقي شباب المنطقة المغاربية. طبعا شكرا على كل أسئلتكم يا شباب، وإن كانت تدل عن شيء ففحواها كله أمل، فحواها كله تطلع لمستقبل أفضل. ومباشرة أعطي الكلمة لضيوفنا من أجل أن يوجهوا في هذه الفقرة من ندوتنا الختامية رسالة للشباب المغاربي، هكذا سمينا هذه الفقرة، وكذلك الإجابة عن أسئلتهم المدونة والمطروحة. أعطي الكلمة بالتوالي للأستاذ هشام عطوش أولا للإجابة حول مختلف الأسئلة التي أتت على أذهاننا. أعتقد خليل إن سمحت أن تعطي الكلمة للأستاذة كريمة غانم حتى لا نكون مجحفين، بما أنني كنت دائما صاحب البدء، فعلى الأقل تكون هي صاحبة البدء في الختم. شكرا 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 لك، شكرا لك أستاذ هشام عطوش، وهذا موقف مرحبا. أيضا هذا موقف دبلوماسي يحسب لك. شكرا، مرحبا مرحبا، تفضلي أستاذة كريمة غانم. شكرا 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 على هذه الأسئلة المهمة. أولا نبدأ بالسؤال اللي طرحته الزميلة وجدان من تونس الشقيقة على قضية ديال الصحراء المغربية. طبعا بالنسبة للجواب ديالي هو أن فعلا هذا النزاع حول الصحراء المغربية هو من بين الإشكالات والعوائق يعني الرئيسية اللي كتحد من فعالية يعني الاتحاد المغربي، طبيعة الاتحاد المغربي، بالإضافة طبيعة الحال اليوم اللي كانت عندنا هناك إضافة الإشكالية للقضية الليبية. أود أن نعطي بعض يعني التطورات الأخيرة وبعض الحقائق على الموضوع، لأن هذا الموضوع دائما يعني فيه مجموعة ديال المقاربات المغلوطة وفيه مجموعة من الأفكار الجاهزة، ربما لأن كيف قلت سابقا أن الإعلام بصفة عامة ربما كيعطي مجموعة الصور النمطية وكيعطي بعض الأحيان رؤية أحادية، فبالتالي فمن نتكلموا على مجموعة الأشياء اللي هي كتتعلق بهذه القضية. أولا القضية دامت أكثر من 40 سنة كما تعرفون طبيعة الحال، وأن هذه القضية كتعرف مجموعة ديال الأوهام المضللة اللي كتشوش على يعني المسار التسوية السياسية والحل السلمي لهذه القضية، وهناك تزييف العديد من الحقائق اللي بطبيعة الحال تم تفنيدها يعني بالحجج وعلى المستوى الدولي. اللي نبغي نقول هو أن اليوم كانت مجموعة ديال الدول اللي كتساند مجموعة ديال الأطروحات اللي كانت معادية بالنسبة للقضية اللي كانت كتشتغل في الكواليس. اليوم في القرارات الأخيرة ديال الأمم المتحدة وبالإجماع يعني تم تحديد الأطراف ديال النزاع. إلا كنتوا يعني كتبعوا شوية يعني العلاقات الدولية والمسار ديال القضايا الإقليمية، آخر يعني موائد مستديرة اللي كانت في جنيف السنة الماضية كان فيها تحديد أطراف النزاع اللي هي المغرب، الجزائر، وموريتانيا، وجبهة البوليزاريو. إذن هنا أطراف النزاع أصبحت واضحة. قبل كان يعني كان بعض اللبس في الأدوار اللي كانت مساهمة في النزاع، لكن اليوم الأطراف أصبحت واضحة. ثاني شيء هو أن اليوم القضية اليوم أصبحت في دواليب الأمم المتحدة. كان هناك مجموعة من المبادرات يعني سواء الإقليمية ولا الفردية اللي كانت تدخل في المسار السلمي للصحراء من بعد اتفاقية معاهدة، ليست معاهدة لكن قرار نواكشوط، تخلقت ما نطلق عليه ترويكا
في الاتحاد الإفريقي، وخرج خرج الموضوع من دواليب الاتحاد الإفريقي، واليوم أصبح يعني المخاطب الرئيسي في الموضوع هو أولا الأمم المتحدة. ثاني حاجة بالنسبة يعني كانت مجموعة ديال الادعاءات طبيعة الحال من جبهة البوليزاريو على في مجموعة القضايا اللي كانت كتشكل مجموعة ديال المغالطات في هذا الموضوع هذا، واللي كنشوفوا أن اليوم الاعتراف الدولي يعني خصوصا في السنوات الأخيرة يعني أقر بإجماع أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي يعني مبادرة وإطار جاد واقعي لحل هذه القضية. والمغرب بالنسبة للاقتراح ديالو ديال الحكم الذاتي ليس فقط في المنطقة ديال الصحراء، ولكن هو المغرب عنده سياسة ديال الجهوية المتقدمة من طنجة للقويرة، بمعنى أن جميع الجهات المغرب كتمتع يعني بجهوية متقدمة، وهناك العديد من الاستثمارات اللي يعني موجودة وفيها أرقام واقعية في الأقاليم الجنوبية. وإلى شتو مؤخرا كانت مجموعة ديال السفارات الأجنبية خصوصا الإفريقية اللي فتحت القنصليات ديالها الدول عفوا اللي فتحت القنصلية ديالها في الأقاليم الجنوبية. هذا بالنسبة حتى بالنسبة للاعترافات الدولية، لأن كانت هناك مجموعة ديال المغالطات وتزييفات اللي نقدر نعطي يعني، وهذا مؤشر مهم أن يعني في خلال 20 سنة الأخيرة يعني من 70 دولة اللي كانت كتعترف بجبهة ديال البوليزاريو أصبح اليوم فقط 27 دولة، بمعنى في 20 سنوات الأخيرة 43 دولة سحبت الاعتراف ديالها بجبهة البوليزاريو. إذن كانت هناك مجموعة ديال المغالطات حول هذه القضية اللي كانت كتعرقل الجهود الرامية باش يكون واحد الحل سلمي في هذا الإطار هذا. اليوم كيف قلت أن القضية في دواليب الأمم المتحدة، وهذا من جهة أخرى أن هذه القضية هذه بطبيعة الحال يعني كتحد من التعاون. اولا كتعرقل الفتح الحدود ما بين المغرب والجزائر، وكتحد من التعاون المغاربي. يعني اذا هذه القضيه ديال الصحراء المغربيه الى ما تمش يعني الحل ديالها ربما نقدر ما نكونش يعني بيسيميست، ولكن نقدر نقول لكم ان ما يمكن ليناش اننا نشكلوا واحد البنيه ديال اتحاد مغاربي، ويعني وكاين هناك نزاعات إقليمية عميقة ما تمش التسوية ديالها. خاص تكون واحد الإرادة سياسية يعني اليوم المنطقة المغاربية، وحتى مع بعد أزمة كورونا اليوم ما يمكن ليناش نقبلوا بانقسامات إقليمية ماشي في الصالح لا المغرب لا الجزائر لا تونس لا ليبيا لا غير ذلك. اليوم الهاجس الأمني حاضر، كاين الهاجس الاقتصادي، اليوم الحركة الاقتصادية خانقة في العالم ماشي فقط في المنطقة العربية. اليوم محتاجين أكثر للتعاون ما بين الدول المغاربية، وخاصنا نتجاوزوا هذه الخلافات السياسية، لأن اليوم محتاجين للتماسك الاجتماعي، محتاجين لوحدة وطنية، محتاجين للتعاون المغاربي. فبالتالي ما يمكنش أننا يعني نرسخوا الأولويات ديالنا لدعم الانفصال ودعم يعني الانقسام في الدول المغاربية، فبالتالي ما يمكنناش نتكلموا على اتحاد مغاربي. هذا بالنسبة يعني هذه النقطة هذه اللي النقطة الأخيرة اللي بغيت نقول هو أن اليوم حتى في الطاولات المستديرة اللي كانت في جنيف كانت هناك انتخابات في المغرب في الأقاليم الجنوبية، والأشخاص اللي شاركوا في طاولات المفاوضات هما يعني ممثلين عن الساكنة بجاوب عن طريق الاقتراع. فبالتالي هذا كاين شيء آخر هو أن الجبهة ديال البوليزاريو اليوم ما زالت ترفض إحصاء ساكنة ديال تندوف. إذا كان يعني عندها واحد الإرادة سياسية وكنقولوا أنها صاحبة قضية وكذا، لماذا لا تفتح المخيمات تندوف لإحصاء ديال الساكنة؟ هما محتجزين في تندوف ولكن ما عندهمش ستاتيو ديال اللاجئين. يعني هنا رجينا نتكلموا في هذا الموضوع، وراه موضوع كبير ومتشعب ما عندناش الوقت فيه،
باش نشرحوا فيه اكثر. ولكن اللي بغيت نقول هو ان اليوم ما بقاش مقبول لنا انقسامات لا الداخليه ولا الاقليميه، لان الخريطه السياسيه اليوم تبدلات ما بعد قبل من كورونا وما بعد كورونا. اليوم النسبه ديال الخساره اللي كيخسرها المغرب، اتحاد المغرب العربي او الاتحاد المغاربي بسبب عدم فعاليه الاتحاد المغاربي بسبب هذه الاشكاليات الاقليميه هو 7.5 مليون دولار سنويا. اذا كان اليوم كاين الهاجس البطاله، كاين يعني الهاجس الاقتصادي سورتو يعني من بعد ازمه كورونا، حنا في حاجه للتعاون الاقتصادي ما بين الدول المغاربيه. طرح واحد السؤال على التعاون وعلى الشباب. طبيعه الحال اليوم ازمه كورونا فرزت لنا مجموعه ديال الاولويات. اليوم مثلا المغرب كيشتغل على ان باش يكون عنده واحد النموذج تنموي جديد، لان تقريبا جل النماذج اللي كنا كنشتغلوا بها سابقا تنمويه اقتصاديه سواء في المغرب ولا في المنطقه المغربيه ولا في افريقيا ابانت على فشلها. اذا اليوم خاصنا نفكروا في بيزنس موديل جداد، في نماذج جديده اللي كتسير التحولات الرقميه اليوم اللي كتعطينا واحد التحديات كبيره جدا امام الشباب. اليوم مع الذكاء الاصطناعي ملايين ديال مناصب الشغل غادي نفقدوها. اذا هنا اليوم كنظن بان حان الوقت ان الشباب بحالكم انهم يفكروا كيفاش يقدروا يترافعوا باش يكونوا كقوة اقتراحية مساهمة باش يمكننا أننا نفعلوا هذا التكتل الاقتصادي المغاربي، ونحاولوا ربما كيف كنقولوا الجينيراسيون القديمة نقدر نقولوا بين قوسين هوبليس كيس، ولكن الأمل فيكم أنتم كشباب أنكم تاخذوا زمام الأمور وأنكم ترافعوا باش نقدروا نتجاوزوا هذه الأزمات هذه. شكرا لك أستاذة كريمة. بعد الأرقام مهولة التي ذكرتها ولكن هي أرقام واقعية، 7.50 مليون دولار، نعم 7.5 مليون دولار ما يخسره الاتحاد المغربي سنويا من مليار دولار. ليس أعيد وأصحح لمن يشاهدون عبر الصفحة، 7.5 مليار دولار يخسرها الاتحاد المغربي كل سنة وتخسرها الدول المغاربية كل سنة بسبب الأزمة القائمة والنزاع المفتعل في الصحراء المغربية. نتمنى على أي الغد الأفضل لمختلف النزاعات القائمة في المنطقة المغربية وبينها النزاع المفتعل في الصحراء وكذلك المشكل الليبي الذي اتحد أيضا طرقا أخرى، ونتمنى الأفضل والاستقرار لكل وطننا المغاربي في القريب العاجل. مباشرة الآن أشكر الأستاذة كريمة غانم على مداخلتها، وأعطي بسرعة للأستاذ هشام عطوش. معك أستاذ عطوش دقيقة من أجل توجيه رسالة للشباب المغاربي الذي يشاهدنا في هذا الحفل الختامي الآن، بعد ذلك مباشرة سوف نعطي الكلمة لممثل لجنة التحكيم أو ممثل المنظمين من أجل الإعلان على الفريق الفائز في النهائي، وبعد ذلك هناك مفاجأة خلال هذا الحفل الختامي. تفضل أستاذ هشام. أذن شكرا أستاذ خليل. في دقيقتي سأعمل برؤوس أقلام. رأس القلم الأول هو أنه يجب لشبابنا اليوم أن يعرف أن من رسم الحدود بين البلدان هو المستعمر، وأن ابن خلدون والشريف الإدريسي لم يكونوا يعرفون هذه الحدود. هذا في السؤال الأول. في السؤال الثاني أحيل صديقي الموريتاني بلد الألف شاعر إلى قراءة محمود يونس والذي يدافع المليون شاعر، وأحيله على محمد يونس في كتابه اقتصاد الثلاث أصفار، والذي يقول فيه أن بدون دينامية الشباب وبدون المبادرات المجتمعية لن نصنع عالم الغد. في السؤال الثالث لعبد الصمد بلقادة بالمغرب، إجابتي في عجلة خفيفة هو أن التنوع والتكامل
كفيل بتفعيل الاتحاد، ولكن لا ضمانات على أن السياسات الاقتصادية فعليا مختلفة، لأن كل هذه الدول وقعت اتفاقيات منظمات التجارة الدولية، وأيضا قبلت بحلول صندوق النقد الدولي، ثم أن هناك تجاذبات مع قوى عالمية كبرى منها أمريكا والصين وتركيا اليوم وروسيا. ثم في الختام في جوابا على أخي من الجزائر الأشاب الجميل الوسيم كمال بوعافية، قلت أن الاتحاد حتى وإن تحدثت عن الدالة المشتقة إلا أني ركزت على أن المدخل سياسي بامتياز، لكن يجب أن نضع وأن ننحي مؤقتا الإشكالات الرئيسة، وقد أفاضت وأجادت الأستاذة كريمة غانم فيما في موضوع الصحراء. ختاما يا شباب المغرب العربي، وقد كنت شابا أصدحوا بما تصدحون به اليوم، وقد أصبحت اليوم كهلا أنفخ روح الأمل، وأتمنى أن لا أكون أنفخ في الكير، فأتمنى عليكم أن تأخذوا مني عبارة أخيرة. أنا أحمل ابني فوق كتفي، وابني يحمل فوق كتفي في ذات الوقت حفيدي. أعلم جيدا أن ابني قد يعاني، ولكن أنا أضمن لكم أن حفيدي قد يصنع التغيير. فيا شباب، أنتم اليوم قد تعانون، ولكن أبناءكم إن شاء الله سيغيرون. فبكلمتي هذه أحييكم، وأنا كهل صدح مثلكم في مجالات ومجالات في شبابه، وأتمنى أن أبقى نافخا للأمل ولا أكون نافخا في الكير. شكرا لك أستاذ هشام عطوش على هذه المداخلة وعلى رسالتك الجميلة للشباب المغاربي. الآن يا أستاذ، آن الأوان لكي أعطي الكلمة للجنة التنظيمية، وتصلنا الرسائل من كل الجهات على الصفحة، من المنظمين من أجل الإعلان على نتيجة المناظرة النهائية، وأكيد على أن الهدف من المشاركة في هذه البطولة ليس الفوز، ولكن الخروج بمجموعة من الأدوات التفكيرية الاستراتيجية المنطقية، وكذلك بفكر جديد وبأفكار متجددة من شأنها أن تنمي وتستثمر في الفرد من أجل منطقة مغاربية، وأعيد كررتها مئات المرات لربما خلال هذه الندوة الإلكترونية، من أجل منطقة مغاربية أفضل. أعطي الكلمة الآن لصديقنا ولأحد الشركاء في تنظيم هذه البطولة، وأذكر مرة أخرى من يشاهدوننا أن البطولة المغاربية لمناظرات المحترفين تنظم في هذه النسخة الافتراضية بشراكة بين مجموعة من المؤسسات المغاربية، مؤسسات المجتمع المدني، ولربما هذه مجموعة من الشراكات التي قد عجزت الدول نفسها والحكومات على القيام بها، ولكن الشباب يعطي صورة الآن متميزة وصورة يمكن الاعتماد عليها في المستقبل القريب، ونتمنى في ذلك. هذه المؤسسات كانت المنظمة المغربية للمناظرات، مؤسسة مناظرات الجزائر، كذلك المنظمة التونسية للمناظرات، جمعية مناظرات تونس، جمعية مناظرات ليبيا، وكذلك من دولة موريتانيا الشقيقة جمعية شباب بنات الوطن، الذين شاركونا أيضا التنظيم خلال هذه البطولة. الشكر الجزيل يذهب إلى كل المحكمين الدوليين والمغاربيين على جهودهم، لكل المتطوعين والمتطوعات، لكل اللجان، لكل الساهرين على هذه البطولة من شباب وشابات، والذين تمكنوا من إنجاز هذه البطولة في
بصورتها المتميزة التي ترونها الآن بسرعة، لأننا أطلنا عليكم لربما في كلمة هذه. أعطي الكلمة للشاب الوسيم الجميل كما وصفه أهل المغرب الأستاذ كمال بوعافية، الكلمة لك، أنت منتظر ومطلوب حيا أو ميتا من أجل إعلان عن النتيجة، تفضل. شكرا خليل. يعني قبل الإعلان على النتائج، أنت تعرف لي خليل أنه يعني دارس للعلاقات الدولية أو العلوم السياسية، ودائما ما أحاول أن أكون يعني موضوعيا في الطرح، يعني إذا سمحتم لي بالتعقيب حول فكرة أو قضية الصحراء الغربية. بداية مش عارف إذا كان أنه فكرة الحدود الموروثة أو حدود الموروثة على المستعمر هي الحدود المعتمدة حتى في الاتفاقيات الدولية، ونتكلم هنا على أولا على محكمة العدل الدولية، ونتكلم على منظمة الاتحاد الإفريقي أو الاتحاد الإفريقي عام 1986، أين تم اعتماد الحدود الموروثة على الاستعمار على أنها الحدود التي تحد بين هذه الدول في المنطقة المغاربية. بالنسبة للنقطة الثانية، يعني تمنيت أنه يكون هناك نوع من الإنصاف ونحذر بعض المواطنين من الصحراء الغربية لكي يتكلمهم أيضا عن قضيتهم وعن موضوعهم. يعني لا يكون من الموضوعية أن يتكلم فقط يعني جهة واحدة تتكلم، وهذا يعني غير موضوعي. الشيء الثاني أو الشيء الثالث، أن الجزائر لم تكن ولن تكون طرفا في النزاع بين جبهة البوليساريو وبين المغرب، الأمر يعني معتمد لدى الأمم المتحدة. الشيء الثالث أو الشيء الرابع والأخير هي فكرة أن المشكل بين الجزائر والمغرب هو مشكل الصحراء الغربية، لا، وأن ذلك دفع إلى إغلاق الحدود. لا، الحدود غلقت عام 1994 بعد حادثة المعروفة بإجلاء الجزائريين، فقامت الجزائر برد الفعل وإغلاق الحدود، وهذا أمر طبيعي وفي الدبلوماسية أمر منطقي وواقعي. بالنسبة لإعلان النتائج، الفائز بين المناظرة التي تمت في القاعة واحد بين فريق ابن باديس من الجزائر وبين فريق السرايا من ليبيا فازت، نديروا شوية سسبنس ولا ما نديروش، فازت بنهائي البطولة المغاربية، عفوا البطولة المغاربية للمناظرات المحترفين، فازت فريق الموالاة من الجزائر، ابن باديس من الجزائر. مبروك لفريق الموالاة هذا الإنجاز، ومبروك لفريق الموالاة إنجازهم للبطولة أو تحقيقهم للبطولة المغاربية للمناظرات المحترفين. الشيء الثاني الذي أريد أن أذكره بأفضل متناظر كان عدي بن جريد من فريق المعارضة، المتحدث الثالث من فريق المعارضة من ليبيا. بالنسبة لأفضل المتحدثين، بالنسبة لأفضل المتحدثين في البطولة ككل، إذا سمحتم لي، أفضل المتحدثين هم تباعا عدي رامي عفوا رامي عثمان إبراهيم عثمان من طلائع ديسمبر من السودان كأول متحدث وأفضل متحدث في البطولة. الثاني عدي بن جريد من السرايا ليبيا كثاني متحدث. الثالث أسامة بوشيبان من الجزائر. الرابع عبد الحميد مقديش من تونس. الخامس إبراهيم محفوظ من موريتانيا. السادس موسى غيث محمود من موريتانيا أيضا. السابع علاء أبو قاسم من نوميديا من نوميديا ليبيا. الثامن أحمد مصباح الشامس من سرايا ليبيا.
التاسع سمية دداش من مالك بن نبي من الجزائر. العاشر رامي بن علي بن والي من ليبيا، من المنارة ليبيا. الحادي عشر خلواتي مصعب من مالك بن نبي الجزائر. الحادي عشر الثاني عشر وجدان بن حسين من مجد تونس. الثالث عشر من دار البيضاء المغرب طيفور طاوطاو من دار البيضاء المغرب. الرابع عشر عفراء عبد السلام محمد من نوميديا ليبيا. والخامس عشر أحمد صالح من نوميديا ليبيا أيضا. السادس عشر شيخنا حمودي من موريتانيا الولاتي. السابع عشر عبد الكريم صالحي من الدار البيضاء المغرب. والأخير ندى بن منصور من تونس قرطاج. إذن كانت هذه الأسماء أفضل المتحدثين في البطولة. وأيضا كان هناك إعلان عن أفضل متحدث في المناظرة الختامية، وأيضا إعلان عن النتيجة أين توصلت الجزائر إلى حتم أو حسم هذه المباراة المناظرة بين السرايا من ليبيا وبين الجزائر، ممثلة في ابن باديس، فريق ابن باديس. هنيئا لفريق ابن باديس، وشكرا لجميع المنظمين. شكرا لك خليل، شكرا للأساتذة، وشكرا لجميع من تابعنا في هذا الحفل. السلام عليكم. شكرا، شكرا لك كمال على إعلانك على النتائج، على أي كنا نتحدث طوال الندوة عن خطاب بديل، خطاب جديد، خطاب لا علاقة له بالصحافة الصفراء وبعض الإعلامات التي نعرفها. حبذا لماذا أتينا وتحدثنا بخطاب علمي، على أي نتناظر ونختلف ولا يفسد الاختلاف للود أي قضية. بسرعة أعطي الكلمة كذلك لضيوفنا وكذلك لضيفة الشرف خلال هذه الندوة من أجل أن تختتم هذه الندوة. ولكن قبل ذلك من الضروري أن نوضح على أننا وجهنا الدعوة لكل المشاركين، لكل الدول الأعضاء في الاتحاد المغربي، وهنا أقول الدول وليس الأفكار الواهية أو المدعات على الأرض. الدول، دول الاتحاد المغاربي كما ذكرت خمسة كأصابع اليد، وهذه لربما كما تسمى في الرياضيات كونستانت، لن تتغير أبدا، وهي المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا وموريتانيا. بسرعة أعطي الكلمة لمتدخلين من أجل المرحلة ما قبل الأخيرة خلال هذه الندوة، وبعدها نمر إلى ضيفة الشرف هذه البطولة، وهي الأستاذة والدكتورة ثريا الوزاني الشاعرة المغاربية، والتي سوف تقرأ شيئا من شعرها على مسامعكم. ولنا الشرف في استقبالها وأن تكون بيننا اليوم، وأنا ابنها كيف لا، وأنا الذي عشت معها مأساة وآلام المثقف العربي والمغربي والمغربي منذ الطفولة. كبرت وسط خشاش أوراقها، كبرت وصاحبت جبران خليل جبران وكل المفكرين والمثقفين، وإيليا أبو ماضي وغيرهم، محمد الحلوي، وكل المفكرين في كتاباتها وبين كتبها. ولكن قبل ذلك وقبل هذه الفقرة التي ينتظرها خصوصا أشقاؤنا من موريتانيا وهم محبو الشعر أيضا، أعطي الكلمة للأستاذة كريمة. تفضلي يا أستاذة كريمة غانم بسرعة قبل أن نعطي الفرصة لختام ندوتنا. شكرا سيد خليل، أنا لن أطيل، فقط في أقل من دقيقة طبيعة الحال في حق الرد على ما قاله الزميل كمال من الجزائر الشقيقة. طبعا أنا في مداخلتي لم أوجه الكلام بتسمية الدول،
طبعا في الأعراف الدبلوماسية، لكن أريد أن أصحح بعض يعني المغالطات. أولا أنا لا أريد أن يكون هذا الموضوع هو موضوع قضية المغرب والجزائر، لأن أستاذة كريمة لقد فقدناك لوهلة على مستوى الصوت، إن استطعت أن تعيد المداخلة. طيب أنا قلت أن لا 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 أود أن يعني يصير الموضوع قضية المغرب والجزائر، لأن هذا ليس موضوعنا اليوم. هناك العديد من المنصات التي يمكن أن نتحاور فيها ويعني ونناقش هذا الموضوع. فقط تصحيح لي بعض المعلومة التي جاءت في مداخلتكم الأستاذ كمال، قلت أن الجزائر ليست طرف في النزاع. استسمح، الجزائر كانت دائما طرف في النزاع وكانت تدعم جبهة البوليزاريو، أقول جبهة البوليزاريو سياسيا وعسكريا وماديا، وهناك العديد والملايين من الحجج في ذلك لا داعي لذكرها. أود فقط أن أحيلكم إلى تقارير الأمم المتحدة، جلها اليوم يعني أكدت بالإجماع على الدور الرئيسي للجزائر في قضية الصحراء المغربية، والدليل على ذلك أن طاولة المفاوضات التي ذكرت في جنيف الأمم المتحدة استدعت الجزائر وموريتانيا وجبهة البوليزاريو والمغرب في هذا الإطار. تكلمت أيضا على الحدود وإجلاء الجزائريين، فأقول لك سيدي ماذا عن طرد العشرات الآلاف من المغاربة من الجزائر؟ فهناك العديد من القضايا العالقة، فلا أود يعني أن يعني يكون الموضوع المغرب والجزائر، لكن أنا أؤكد أولا كما قلت في مداخلتي الأولى، نحن كشعوب مغاربية، المغاربة والجزائريين الأشقاء، ليس لدينا مشكل، لكن هذا مشكل سياسي لا يجب حله ويجب تسويته، ويجب أن تكون هناك إرادة سياسية. طبيعة الحال المغرب كانت له العديد من المبادرات في هذا الإطار، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أطلق العديد من المبادرات وعمل على سياسة مد اليد للجزائر، لكن هناك العديد من القادة الجزائريين مع الأسف يعني ما زالوا يعرقلون هذه الإشكالية. نتمنى أن نتجاوز هذه الخلافات في المستقبل، لأن المستقبل بيدنا نحن، ونحن الذين سوف نعمل على يعني إعادة إحياء هذا الاتحاد المغاربي والعلاقات المغربية الجزائرية. شكرا. خليل الميكروفون، المرجو تفعيل الميكروفون. سي خليل، سي خليل المرجو تفعيل الميكروفون، لا نسمعك. أعتذر نسيت أن أفتح الميكروفون. شكرا. خليل المرجو تفعيل الشعر، تفعيل الشعر. تمام، سوف يتم تفعيل الشعر يا موريتانيا يا أستاذ أحمد، فأنت الذي انتظرت طويلا هنا من أجل أن تسمع الشعر، والشعر لابد يعطي وينشر ويفتح الحدود مع كل البلدان، وينسى أكيد كل الخلافات العالقة، وينسى أيضا الخطابات النمطية، الخطابات التي مللنا من سماعها والتي لا تشكل أبدا ولا تصلح للود أي قضية. أعطي الكلمة الآن للأستاذة والشاعرة ثريا الوزاني التي سوف تختتم اليوم البطولة المغاربية لمناظرات المحترفين، فلتتفضل الشاعرة ثريا الوزاني، ننتظرك بعد 3 دقائق. تفضل يا مرحبا. مساء الخير.
يسعدني ويشرفني أن أنضم إليكم خلال هذا المساء. هنيئاً لشبابنا بالاتحاد المغاربي على هذه الثورة المقتدرة والتي تابعتها منذ سنوات. تحياتي لكل المشاركين من الأساتذة الكرام. قصيدتي وطنية تحت عنوان فخر الأمجاد. عيناي، وأقصد بعيني مدينتي سبتة ومليلية سليبتين، فخر الأمجاد. عيناي أرقكم الليلة السهاد، أمنأ عنكم الأحبة البعاد. إن وطأت أرضكما قدم غريب، فكم غريب تصدى له العباد. استرخصت لإخراسه دوما مهج، وكم من هامات الطغاة السمر والغماد. إن غمس جدي العداة الصراخ ويح أكابرهم ذعرا ولوا عقبا للغراب، وأشلاؤهم للهامة إنشادوا. إن يعلو لسان الزمان ذكر أندلس، جلجل في بحرها طارق زياد. بل هبنتا شفين فالوغى شاهدة، وبالزلاقة بات له النصر والمعاد. وذاك وادي المخازن، وذاك وادي المخازن جرى حمما، وعلى شطيه انتشى السعد والإسعاد. وبالخليج أنوال خزاماها اقتنصت جماجم هبلى بها الكهوف والوهاد. وتوالى النصر جذلانا نشوانا ترقبه نجوم العز تفاخرها الأمجاد. بانتفاضة ملك وثورة شعب صبت صواعق تأس بها الأوغاد. فانجلى الليل عن مغربنا المفدى، وتلألأ الحق واستضاءت البلاد. نص آخر تحت عنوان غروب، وهو من مجموعتي الشعرية ظمأ الموج. الغص يرسي إلفا ضوء وكره منجرف، لا مرفأ يحتويه إذ ضاق الفضا، وليس لثكل جناحيه ذاك معترف. نزف النخل منه الغيث مختنق، والسحف نوح منه ذعر الثمر مرتشف. ولهات الصبح يتيم هناك منبره، ولا الضحى من أفق نبرته منكشف. إذ مات الحرف به العلم نهر منه مغترف. فيا شام من نسائم منك مؤرجة، حين أمسى من رياضك أسير منخسف. وحكي شهرزاد عاد للدجى بلا لغة، تأذن للفجر بشمس سناؤها مختلف. أو تروي للدهر عن زهر النجوم التي ارتحلت في سقم بدر عزمه منكشف. قصيدة أخرى تحت عنوان ظمأ الموج، وهي من نتائج الهجرة غير الشرعية. حين يحضن الضباب مدينة اليأس،
يخلع الفراش المبتوت الحذر ينشد الرحيل إلى عوالم الاغتراب يتعاقب على مشنقة الاستسلام لا يهاب المنون المترصد لمراكب اليأس لأزهار تروي ظمأ الموج لا تخشى النار الجوع لشجر سامق يظلل صورة الشمس حين يلتحف النور الضباب تغلق الآمال فسحتها تودع أحلامها تودع مراتعها تقاطع أرحامها حين تتدثر ضبابا مدينة اليأس يئد العمر أسراره بين ثنايا جراح أزقتها فتحرق هويتها المدينة على كاهل المراكب توزعها الرياح رمادا على أديم الماء تخلص غدا الأمس من كل الأوجاع تفك العيون المترقبة من عقال الانتظار بعد اختراق كل الفضاءات بعد أن أعيا العمر ترك كل المنافذ والأبواب بعد أن استنزف الورق دماء حبر كل الأزمان بعد ارتداد الآفاق حين تتجمد الأماني في شرايين مدينة الضباب تعلن شحوب ربيعها الأشجار ويضرم الأسى لظاه على جبين المدينة فيدثر رمال الشاطئ الحداد وعند كل مساء ينزف دمع الأصيل تقيم النوارس عرسا للفراش المبثوت على أديم زبد اليم تشيع أناشيد موكب العرسان ويقرأ الموج الغاضب تراتيل اليأس فتهلك سنابل الحقول تذوي ندرتها لحظة الأفول وتعلن نحيب مراتيها المدينة يملأ أضلعها السؤال لما يهوى الفراش الاحتراق وكيف تتلاشى في غربتها الآفاق وشكرا لكم بالتوفيق والنجاح والمزيد من التعلق والإشعاع الثقافي والحضاري. شكرا للشاعرة ثريا الوزاني والتي قرأت مجموعة من القصائد من مجموعتها الشعرية ظمأ الموج والتي تحتوي على 4 دواوين ومنها حر الخريف وكذلك شذرات من زهرة الكبار وظمأ الموج وأنا سأغتنم الفرصة يا خليل ونور الديجور يقول أنه يلزمك حر الخريف مكتوبا يعني مهدا بخط الدكتورة إن شاء الله يلزمك حين نلتقي بإذن الله إن شاء الله تم تدوين الطلب على مسامع الشاعرة وأكيد على أنها سوف يكون إهداء مدمخا بالكثير من الحب لسكاني ولصديقي أحمد سالم من دولة موريتانيا الشقيقة للإشارة فقط فالشاعرة ثريا الوزاني هي شاعرة صحراوية مغربية من أصول صحراوية محضة من الساقية الحمراء وبالضبط من قبيلة العروسيين وأعتز بهذا النسب الشريف وهذا النسب الطيب من الصحراء من قلب الصحراء بالمملكة المغربية. إذن كانت ندوة جميلة جدا حضر فيها أكاديميون من الثقل من الوزن الثقيل قدموا خطابا علميا جميلا جدا وانبروا معنا رغم كل الصعاب من أجل أن يبقوا حاضرين معنا حتى الساعة 1 صباحا بتوقيت المغرب. شكرا.
شكرا مرة أخرى للأستاذة كريمة غانم وكذلك للأستاذ والمنظمين، شكرا لشبابنا الحاضر معنا اليوم، شكرا لكل المؤسسات على التي سهرت على هذا التنظيم الجيد والممتاز. نبارك للجميع نجاح النسخة الأولى من البطولة المغاربية لمناظرات المحترفين، ونلتقي أكيد في نسخ أفضل، نتمنى ألا تكون افتراضية فقط، رغم أن العالم الافتراضي تعلمنا منه الشيء الكثير وسوف يستمر في مجال المناظرات، أتمنى ذلك. في انتظار ذلك نتناظر ونختلف ولا يفسد الاختلاف للود أي قضية. تحية لكل إخواننا من دول الاتحاد المغاربي ومن المنطقة المغاربية الخمسة، من المملكة المغربية، من دولة الجزائر الشقيقة، من دولة تونس الشقيقة، من دولة موريتانيا الشقيقة، وكذلك من دولة ليبيا الشقيقة. كان معكم خليل الدقيقي رئيس المنظمة المغربية للمناظرات، كل الشكر لكل المنظمين وعلى رأسهم منظمة أو مؤسسة مناظرات الجزائر، كذلك إلى جانبها وعلى رأس هذه المنظمات أذكر بجمعية مناظرات تونس، المنظمة التونسية للمناظرات، المنظمة المغربية للمناظرات، جمعية مناظرات ليبيا، إضافة إلى جمعية شباب بنات الوطن من موريتانيا. شكرا على هذا الطرح وعلى هذا الحفل الختامي التاريخي، شكرا لكل من حضر معنا في كل أطوار هذه البطولة، شكرا لكل المنظمين، لكل اللجان، لكل جنود الخفاء، لكل لجان تنظيم هذه البطولة، شكرا مرة أخرى، لقد أعطيتم أحسن مثال لشباب مغاربي متحد قادر على قيادة المنطقة نحو الأفضل. في ذلك حياكم الله وإلى اللقاء، ونصبح على منطقة مغاربية أفضل. إلى اللقاء.